كل عام وانتم بخير زميل مامون وكاثي. مصبح عليكم اليوم من مدرسة الأميرية، مدرسة أيدون الأميرية التي تحملها اسمها يعني اسم الملك المؤسس عبد الله الثاني، عبد الله الأول. احنا اليوم بنحكي عن هذه المدرسة اللي أسست منذ بداية تأسيس الدولة الأردنية، وضع حجر الأساس عندما تسلم المغفور له الملك المؤسس سلطاته الدستورية، وضع حجر الأساس لهذه المدرسة وهي تحمل اسم المغفور له الملك المؤسس. اليوم بدنا نحكي مع الأستاذ رفاعي الهناندة، وهو أحد يعني خريجي هذه المدرسة، دخلها عام 1947 وتخرج من هذه المدرسة وأصبح يعني تربوي سابق. من نصبح عليك أستاذ رفاعي، نقول لك صباح الخير ويعطيك العافية. صباح النور، أهلا وسهلا بكم جميعا. بداية نهنئ الشعب الأردني بهذا العيد، عيد المئوية الأردنية، ونهنئ القيادة بشعبه العزيز المخلص الوفي للقيادة الحكيمة التي تقود البلد من نصر إلى نصر ومن تقدم إلى تقدم. نحن نعتز بهذا البناء كونه أول بناء مدرسي في يدون سنة 1921. تخرجنا منها بال47، ثم إلى الثانوي تربد إلى آخره، ثم إلى الوظيفة وباركنا. هذا البناء القديم هو محج لأبناء أيدون الذين تخرجوا كبارا وصغارا، خرجت من كبار موظفين وزراء وقادة عسكريين ومعلمين وجنود وعسكر في هذا البلد. عزيز علينا هذا البناء ونحافظ عليه كما كان، ثم نتمنى على الله أن يجنب الأردن الفتنة بحكمة سيدنا جلالة الملك المعظم وأعوانه وأهله وأسرته الشاء التي نفتخر بها قيادة. نعم، يعني أنت عاصرت يعني بدايات الدولة الأردنية تقريبا، والآن أنت كأكاديمي وتربوي سابق، تخرجت من هذه المدرسة قبل يعني 70 سنة تقريبا. نعم. وهذا بدل على أنه قديش كان التعليم عندنا يعني اهتموا فيه الهاشميين منذ بداية تأسيس الدولة، فتحدثني عن تطور التعليم من ذلك التاريخ حتى الآن بعجالة. سيدي، بدأت هذه المدرسة ثم أصبح في أيدون حوالي 14 مدرسة ذكورا وإناث، وهذا يدل على تقدم واهتمام الهاشميين بخدمة الشعب وتعليمه ونهضته. نتمنى أن يكون هذا التقدم والاهتمام دائما بقيادة الهاشميين الذين نعزهم أبناء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونتمنى لهم تجنب الفتنة في هذا البلد. يعني هذا المبنى يحمل مبنى يعني المؤسس، وكانت اسمها المدرسة الأميرية نسبة إلى الأمير عبد الله الأول، والآن أصبح اسمها الملك المؤسس عبد الله الأول، ونتمنى لو نحافظ عليها كأثر وتراث من ذو وضع الحجر الأساس لهذه المدرسة. شكرا أستاذ رفاعي هناندي على هذه المعلومات. أيضا يعني زميل كاثي وزميل المأمون، المدرسة احتفظت بسجلات طلابها من عام 1921 حتى الآن، هذا يدل على أن المدرسة يعني هي خرجت أجيال وتحتفظ بهذا الإرث لطلابها. وبالتالي بدنا نحكي مع الدكتور صايل الطيطي، وهو مدير تربية لواء بني عبيد، ليحدثنا عن اهتمامكم يعني كمديرية التربية ووزارة التربية والتعليم بهذه المدارس العريقة القديمة. صباح الخير لك أخي محمد، وصباح الخير للأخوة في الاستوديو، وبحكي بالبداية كل عام والوطن وقائد الوطن بألف خير بمناسبة مئوية تأسيس الدولة الأردنية. احنا والله في مديرية بني عبيد بدأنا بحصر المدارس القديمة جدا اللي تأسست يعني في من حوالي أكثر من 100 سنة. فمثلا هذه المدرسة يعني بدأت تأسيسها 1917 وبدأ التدريس فيها سنة 1921، كانت اسمها أيدون الأميرية على اسم سمو الأمير عبد الله الأول.
احنا الان من بداية السنة هذه واحنا بدأنا نهتم بهذه المدارس كلها، هي ومدرسة في عنا الحصن كمان، ومدرسة إدوني الثانوية كمان مبنى قديم، وفي عنا مدرسة كمان بن عيمة، ومدرسة بالصري اللي هي البتراء الوردية. وانتو راح تكون دكتور صايد بالتأكيد احتفالاتكم الرئيسية بهذا المدرسة لأنها تحمل اسم الملك المؤسس. نعم صحيح، وإحنا إن شاء الله يوم الأربعاء ستبدأ انطلاق احتفالات مديرية التربية من هذه المدرسة، وعاملين جدول خاص في خطة خاصة وجدول خاص لانطلاق الاحتفالات هذا، وإحنا معطينا اهتمام خاص للمدرسة هذا، حيث احنا بالتعاون مع دائرة الآثار في إربد مشكورين، قاموا الآن بعمل ترميم لبعض الأجزاء اللي هي بدها صيانة في هذا المبنى، وكمان بشكر كمان جامعة اليرموك تعاونوا معنا في انهم قاموا بالحفاظ على السجلات القديمة جدا اللي صورتوها بالتجليد. هذا بالتأكيد من اجل يعني انه يبقى الطالب حتى لو كان قديم يبقى مرتبط بمدرسته، وحتى تأرخوا هذا التاريخ. يعني كاثي وزميلي مامون زي ما انتم شايفين يعني احتفظوا بسجلات تاريخية قديمة تؤرخ إلى تاريخ بداية الدولة الأردنية. منصبح عليكم من مدرسة حفصة الأساسية، المدرسة الأميرية سابقا، ونقول صباح الخير على الوطن وقائد الوطن.